النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. من اليوم واعتبارا من الخميس تبدأ المملكة بالتأثر بشكل تدريجي وبطيء بامتداد لكتلة هوائية حارة تتحرك باتجاه المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحركة من نلاحظ قادمة طبعا هذه الكتلة من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة. ولكن في عموم مناطق شبه الجزيرة العربية بما فيها مناطق بلاد الشام تتأثر خلال مطلع الأسبوع المقبل بحالة جوية نادرة التكرر، لا تتكرر بشكل كبير جدا، تتمثل باندفاع كبير لكتلة هوائية رطبة جدا تسمى بالموجة الشرقية الرطبة قادمة من مناطق المحيط الهندي وأيضا مناطق بحر العرب باتجاه القسم الأوسط والجنوبي من الجزيرة العربية. كما نلاحظ هذه المناطق جميعا في الجزيرة العربية تشمل دول مثل الإمارات، سلطنة عمان، أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية، اليمن، وحتى ربما قطر والبحرين، بفرص لهطول أمطار رعدية صيفية نادرة لا تتكرر طبعا في منتصف شهر يوليو أو شهر تموز 7. ولكن هذا الأمر يؤثر بشكل آخر على مناطق بلاد الشام بما فيها الأردن، تتمثل بانزياح تام للكتل الهوائية الحارة اللاهبة التي تؤثر بالعادة على أواسط شبه الجزيرة العربية. تتحرك هذه الكتلة باتجاه مناطق العراق وبلاد الشام بما فيها المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة للغاية مطلع الأسبوع القادم خاصة يومي الأحد والاثنين. وتتحرك هذه الكتلة بعدما تكون في العادة في وسط الجزيرة العربية، مع امتداد هذه الكتلة الهوائية الرطبة إلى أواسط الجزيرة العربية تندفع وتنزاح هذه الكتلة الهوائية الحارة نحو الشمال مسببة ارتفاعا لافتا وكبيرا على درجات الحرارة. دعونا نستعرض سوية توقعات النمذجة العددية لكيفية تحرك هذه الكتلة الهوائية الحارة. طبعا هذه الألوان تشير الألوان باللون الأحمر هي درجات الحرارة الاعتيادية في فصل الصيف، بينما هذه الألوان المشار لها باللون الأبيض تقريبا هي مركز الكتلة الهوائية اللاهبة، وما بينهما يعتبر كتلة هوائية حارة تؤثر على المنطقة. إذن نلاحظ يوم الخميس بدء اقتراب هذه الكتلة ووصولها إلى مشارف مناطق وسط المملكة، والأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة. ويوم الجمعة أيضا لا تغيير كبير متوقع أن يحدث، لكن كما نلاحظ اعتبارا من يوم السبت تبدأ هذه الكتلة الهوائية لاهبة الحرارة بالاقتراب شيئا فشيئا من مناطق بلاد الشام. فإذا كما نلاحظ يوم الجمعة هذه يوم السبت، ويوم الأحد تنزاح بشكل كلي باتجاه المملكة، وبالتالي يبدأ هناك تأثيرات لأجواء شديدة الحرارة في المملكة سنتحدث عنها بعد قليل. ولكن مرة أخرى فقط للإيضاح، هذه يوم السبت، يوم الأحد تصل باتجاه المملكة، وأيضا حتى يوم الاثنين يتعمق تأثيره بشكل لافت في منطقة بادية الشام، ويكون لها تأثير مباشر على الأردن وأيضا الأراضي السورية وأيضا مناطق العراق وشمال المملكة العربية السعودية. وهذا الاندفاع اللافت لهذه الكتلة الهوائية لاهبة الحرارة طبعا يكون فقط يومي الأحد والاثنين على وجه التحديد بمشيئة الله تعالى، تتراجع بشكل بطيء وتدريجي مع أول أيام العيد بمشيئة الله تعالى باتجاه أواسط الجزيرة العربية من جديد. وبالتالي نتوقع عودة تدريجية لانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من أول أيام العيد. إذن ما هو ملخص هذه الكتلة الهوائية الحارة والسمات المتوقعة بالإضافة لتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة؟ نبدأها إذن بيوم السبت، درجة حارة في العاصمة تقريبا 34 درجة مئوية، بمعنى أن الطقس يكون حارا نسبيا خاصة في ساعات الظهيرة والعصر، الصغرى 24 درجة مئوية. يوم الأحد تصل درجة حارة في العاصمة إلى 37 درجة مئوية، وبالتالي يتحول الطقس يصبح حارا بشكل عام في ساعات النهار في أغلب مناطق العاصمة ومناطق المملكة، الصغرى ليلا 27 درجة مئوية، وبالتالي الطقس في ساعات الليل يصبح أيضا حارا نسبيا ومزعجا بعض الشيء في ساعات الليل. تصل يوم الاثنين إلى 39 درجة مئوية في العاصمة عمان وهو يوم وقفة عرفات، يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في ساعات النهار في مناطق عدة من المملكة، تتجاوز درجات حرارة 40 درجة مئوية في بعض الأحياء والمناطق الأخرى، والصغرى ليلة العيد 25 درجة مئوية مع نشاط لسرعة الرياح في تلك الليلة. إذن ملخص
تتلخص الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وأبرز سمات الحالة الجوية: الحرارة تصبح أعلى بكثير من المعدلات اعتبارا من يوم السبت على وجه التحديد، بالرغم من حدوث الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة والسبت، ولكن الحرارة تصبح أعلى بكثير من معدلاتها من بعد يوم السبت. تعمق واضح للكتلة الهوائية الحارة يومي الأحد والاثنين، ودرجة الحرارة تلامس في العاصمة عمان وبعض أو العديد من المدن الأردنية حاجز 40 درجة مئوية يوم الاثنين يوم وقفة عرفات بمشيئة الله تعالى. الآن نعود إلى الأحوال الجوية، نتوقع هذه الليلة ليلة الخميس على الجمعة في العاصمة عمان، أو قبل عفوا نعود إلى الحالة الجوية لليلة الخميس على الجمعة، نستعرض معكم أبرز النصائح والتنبيهات بشأن الحالة الجوية المقبلة على المملكة. الأمر الأول: الانتباه من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أن ذلك يتصادف مع عطلة العيد، وبالتالي الانتباه من عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات النهار على وجه التحديد. الأمر الآخر: عدم ترك الأطفال داخل المركبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وأيضا ندعوكم إلى الانتباه والحذر أثناء التنزه خلال الأيام القادمة من خروج الزواحف والحشرات، كما ندعوكم إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، كما أيضا ندعوكم إلى الانتباه من عدم ترك أعقاب السجائر في أثناء التنزه في المناطق الحرجية نتيجة مخاطر نشوب الحرائق. الآن نعود إلى الأحوال الجوية. هذه الليلة في العاصمة عمان درجة حرارة الصغرى هذه الليلة 23 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة في العاصمة وكافة المناطق بمشيئة الله تعالى، مع نشاط في سرعة الرياح خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة غدا والصغرى ليلة الجمعة على السبت في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة: في إربد العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية، في المفرق 35 إلى 24، في جرش 35 إلى 25، وأجواء لطيفة نسبة لباقي المناطق في مرتفعات عجلون 32 إلى 22 درجة مئوية. لمن أراد التنزه يقصد المرتفعات الجبلية فالأجواء بها يوم الجمعة بشكل عام ألطف من باقي المناطق. العاصمة عمان 32 درجة مئوية، في الصلد 33 درجة مئوية، في مأدبة 33، تنخفض ليلا في هذه المدن ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل، 35 إلى 25 في الزرقاء، بينما تكون في البحر الميت حوالي درجة حرارة 40 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 32 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الجنوبية من المملكة، تكون في الكرك 32 إلى 23، في الطفيلة 32 إلى 22، في معان من 33 إلى 23 درجة مئوية، في جبال الشرم من 29 إلى 20 درجة مئوية، أما في خليج العقبة فالأجواء هناك حارة للغاية، تصل العظمى إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار نهار يوم الجمعة، والصغرى ليلا إلى 32 درجة مئوية. ختام هذه الجولة: في المنطقة الشرقية هناك تكون في الرويشد 38 إلى 26، في الصفاوي 39 إلى 25، مع نشاط في سرعة الرياح في ساعات ما بعد الظهر مثير الغبار، هذه الرياح تكون في ساعات العصر في هذه المناطق. أما في الأزرق فتكون العظمى 39 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا حوالي 25 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.